يزداد المشهد اليمني تعقيدا يوما بعد يوم، ومع كل ذكرى ثورة 11 من فبراير يتصاعد الجدل بين فئات عدة. وإذا ما استبعدنا منطق خصوم الثورة الذين يرونها سببا رئيسيا فيما يحدث الآن، يظهر لنا نقاش داخل مساحة الثورة ذاتها حول جدوى الاستمرارية في تبني كل شعارات وأدبيات الثورة كما لو أنه لم يحدث شيء بعدها. أهلا بكم. مؤخرا ظهر خطاب يشدد على أنه من العبث الاستمرار في التعامل مع شعارات الثورة وما يستتبع ذلك من تقسيمات سياسية، وكأن تفاصيل المشهد اليمني لا تزال مختصرة بطرفين، الثورة وخصومها من أتباع نظام صالح. يقول هؤلاء إن البلد الآن في حالة حرب بين اليمنيين بكامل انتماءاتهم والحوثيين الساعين لإلغاء الجمهورية وإعادة الملكية الإمامية، وهنا سيكون جزء كبير من أدبيات وشعارات الثورة خارج الفاعلية، بل ومثيرا للانقسام داخل ما يفترض أنه صف واحد ضد الحوثية كما يقول هؤلاء. فريق آخر يرى أن ما يحدث الآن لم يكن في أساسه سوى ثورة مضادة، كان أساسها تحالف صالح مع ميليشيا الحوثي للانتقام من الشعب ووادي الثورة. بالنسبة لهم، إذا كانت الثورة قد رفعت شعارات الحرية والعدالة في مواجهة نظام صالح عن طريق العمل السلمي، فإنها في هذه المرحلة رفعت السلاح في وجه ميليشيا الحوثي وحليفها صالح لتحقيق ذات الغاية، ولم تختلف سوى الأداة في الحالتين. ثم ما هو صف الجمهوري الذي يتحدث عنه الطرف الأول؟ يقول هؤلاء، أليس هو من سلم الجمهورية للحوثيين وبعد أن تم إقصاؤهم من قبل الميليشيا عادوا ليقيموا جمهوريتهم الخاصة التي لا تؤمن بالشعب ولا تعترف بالسلطة الشرعية للبلاد؟ يرى هؤلاء أن لا خلاص لليمنيين إلا بانتصار مشروع ثورة فبراير وما حمله لليمنيين من آمال بوطن كريم لكل مواطنه. للنقاش حول هذا الموضوع سيكون معنا من أوتريخت بهولندا أستاذ الاجتماع السياسي دكتور عبد الباقي شمسان، ومن القاهرة مسؤول البحوث بوزارة أو مدير البحوث بوزارة حقوق الإنسان سيد وليد الأبارة. أرحب بكما ضيفي الكريمين، أطرح عليكما السؤال المشترك وأبدأ معك سيد الأبارة. في مواجهة هذا المشهد اليمني، هل لا يزال خطاب ثورة فبراير قادرا على التفسير أو تقديم التصورات الصحيحة للحل؟ مساء الخير لك أخي العزيز ولكل السادة المستمعين. أهلا بك. أود أن أشير إلى أن الصوت لم يصل إلي بشكل واضح، ولكن مع ذلك أترحم على شهداء فبراير وأدعو لأولئك الجرحى الذين لا تزال جراحاتهم تنزف وتئم حتى هذه اللحظة. لا شك بأن تاريخ فبراير، بأن ثورة فبراير قد أحدثت كانت تطور مفصلي ونتجت عن تراكمات اقتصادية واجتماعية وسياسية في اليمن، تراكمت في عقود وكانت بسبب تشبث النظام في السلطة ورفضه إجراءات الانتقال أو التداول السلمي للسلطة. نتج عن ذلك أن انفجر الشعب وخرج إلى ساحة التغيير مطالبا بإقامة نظام ديمقراطي تداول سلمي، ثم بعد ذلك أدى إلى قيام مبادرة الخليجية، وبعد ذلك تم انتخاب حكومة وانتخاب نائب رئيس الجمهورية رئيسا لليمن باتفاق قبلوي، ثم بعد ذلك ألو. نعم أسمعك بشكل واضح سيد الأبارة. ثم بعد ذلك أدى إلى أن تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وكان اليمنيون يأملون بصياغة دستور جديد يحمل في مضامينه القيم التي قامت من أجلها ثورة فبراير، وكانت أهم هدفين استراتيجيين أو غايتين لثورة فبراير هما
تغيير النظام الاستبدادي في اليمن وإقامة نظام ديمقراطي تداولي سلمي يقوم على المواطنة والحكم الرشيد، يعيد الاعتبار لليمن هوية وشعبا وجغرافيا. إلا أن اجتياح الحوثيين أدى إلى تعطيل إقامة أو الإنسان من سياق الدستور وطرحه للشعب للاستفتاء عليه وإقامة انتخابات حرة ونزيهة كان يمكن للشعب من خلالها أن يختار ممثلي في السلطات النيابية والرئاسية وتشكيل حكومة تعبر عن مطالع الشعب. صحيح أن فبراير في حين الخطاب الفبرايري كان يشكل أو يمثل القوى التي ترغب بالتغيير أو القوى التي تؤمن بأن السلطة للشعب، وايضا افرزت المجتمع حينها الى من يقف في صف الشعب ومن يقف في صف النظام ويمانع التغيير. اعتقد من وجهه نظري بان ما حدث في 21 سبتمبر المشؤوم اثناء اجتياح الحوثيين للعاصمه صنعاء ايضا احدث قطيعه مع الواقع او احدث قفزه نوعيا فيما يتعلق بالواقع السياسي والاجتماعي في اليمن. يعني الآن هذه الخطابات خطاب ثورة فبراير، هل ما زال في مواجهة المشهد اليمني الآن، هل ما زال قادرا على تقديم تصورات صحيحة للحل بداخل اليمن برأيك؟ حتى أنتقل لضيفي الآخر بذات السؤال. هذا ما يجب أن تقوم به النخبة فبراير. في الواقع أنا ضد أن يتم توجيه الاتهامات لفبراير كمجتمع وشعب في السياقات الفلسفية والعلمية، يتم عادة توجيه النقد للسياقات الاجتماعية والاقتصادية والتراكمات المظالمية أو ما يسمى المظلوميات التي أدت إلى انعدام فرص التغيير وأدى إلى انفجار الشارع. عادة يتم تقييم الثورة إن كانت قد استطاعت أن تنجز أهدافها أو لم تنجز أهدافها. أعتقد على أنه ما يزال أمام فبراير خط طويل جدا من أجل حيث كانت أهم أدوات فبراير للتغيير كان النضال السلمي. حاليا أعتقد أنه ما أنتجته اجتياح صنعاء وسقوط صنعاء بيد الحوثيين أنتج واقعا مختلفا عن أدوات النضال السلمي. حاليا المجتمع قرر، نفس المجتمع الذي قرر أن يخوض تجربة النضال السلمي صار اليوم لم يكن أمامه من خيار سوى الدفاع عن نفسه والالتحاق بتشكيل المقاومة الشعبية وتشكيل الجيش الوطني للدفاع عن نفسه وعن خياراته. إذن الواقع الآن مختلف تماما، وعلى القوى الحية التي لا تزال تؤمن بالتغيير لا تزال تؤمن بأن السلطة هي ملك الشعب أن تنخرط في الواقع الجديد الذي هو واقع. طيب إذن واقع مختلف تماما، وعلى النخب أن يعني تأتي بخطاب جديد يوافق هذه المرحلة كما يفهم من كلام السيد الأبارة. ما رأيك أنت دكتور عبد الباقي شمسان؟ أرحب بك مرة أخرى معنا من أوترخت بهولندا، أستاذ الاجتماع السياسي. دكتور، يعني في مواجهة المشهد اليمني الذي نعيشه الآن، هل لا يزال خطاب ثورة فبراير قادرا على التفسير أو تقديم تصورات للحل صحيحة للحل؟ أعتقد أن علينا أن نقوم بتنزيل ما حدث في 2011 في سياقات عقلانية وفي قراءات بعيد عن الخطاب وبعيد عن المواقف. كان يعني ما حدث في 2011 كان احتجاجا وناتج عن إدارات شؤون دولة ومجتمع، كان ناتج عن تطلعات جيل كامل كان يعيش واقعا ويريد واقعا أفضل، لأننا في عالم مفتوح وفي فضاء مفتوح. هذه الاحتجاجات وهذه أزمة الشرعية المتراكمة جعلت ليس فقط الشباب هم من يحتجون، كان الحقد اليمني متفجر، كان هناك أزمات شرعية كأزمات تنموية، كان هناك ما يسمى بتحول الحكم إلى مشروع عائلي، كان هناك أيضا التحول من العصبية إلى العصبة، بمعنى أن صالح أصبح يتخلص حتى من حلفائه الذين جذروا حكمه في اليمن. بالتالي عندما جاءت هذه الاحتجاج الشعبي وانبثقت من هذه من الجماهير اليمنية ومن الشباب، كان الحق اليمني أكثر تفجرا من الحق المصري والتونسي، لكن لم يجد وسيلة ولا حتى نتيجة. لذلك التقط ما حدث في تونس والقاهرة وقام باتباع
تلك الوسيلة والنتيجة وقاد عملية احتجاج. لكن تفاجأنا أننا لسنا أمام حكما عائليا، ولم يأتي هذا الاحتجاج لمواجهة المشروع العائلي للرئيس السابق صالح، كان هناك مشروعا آخر غير مرئي، وهو يعني مشروع الحوثيين، وهو ثورة مضادة انطلقت في الستينيات. ثم لدينا أيضا طرف آخر إقليمي يتربص ويشاهد المشهد اليمني. ما حدث في فبراير كان عبارة عن تفجير لأزمات، لكن وأراد أن يحدث التغيير، لكن كان هناك أيضا شريك كان معه في ساحة الاحتجاج. هذا الذي كان في ساحة الاحتجاج هو أيضا كان مشروعا لثورة مضادة خفية غير معلنة، تم الإعلان عليها لاحقا في 21 سبتمبر. إذن نحن أمام أطراف هذه، يعني لا نحمل فبراير فوق طاقته. هنالك ثورة مضادة عائلية. طيب الآن دكتور، ماذا عن الآن؟ عن الآن هل خطاب الثورة، يعني خطاب الحديث عن الثورة وهذه الأمور كلها، هل لا يزال قادرا على تفسير أو تقديم تصورات واضحة للحل في مواجهة المشهد الذي نعيشه الآن؟ نحن لا نتحدث عن خطاب، نتحدث عن استراتيجيات. يعني علينا التحول من قوة احتجاج. يعني أعتقد ما حدث في 2011 أعطانا فرصة حتى الآن في التقاط الأنفاق، عفوا 2014، ومن ثم الدخول الخليجي. علينا أن نتحول من قوة احتجاج إلى قوة اقتراح، إلى مشاريع، بمعنى أن نحدد لدينا الآن لدينا الآن أكثر من حدث، أن نضع استراتيجيات. المسألة ليست احتجاجات في الشارع، ولا عبارة عن، لا نقلل من أهمية فبراير، ولا نقلل مما أحدثه من تحولات رغم ما نحن فيه الآن، لأنه كشف لدينا مشروع انقلاب، يعني مشروع ثورة مضادة أخرى لم نكن نشاهدها انكشفت. ثم كشفنا الآن بعد الدخول الخليجي أن هناك طرفاً آخر كان يتربص. بالتالي هذا التحول يواجه كان ثلاث هو لديها استراتيجيات، وهو عبارة عن احتجاج ما زال غير قادر على الانتظام. لذلك الآن لا نتحدث أن الخطاب لم يعد مناسباً، أن هذا الخطاب علينا أن نغير الأدوات والوسائل ونتحول من خطاب إلى استراتيجيات، بمعنى أن نحدد من نواجه، كيف نواجه، ما هي استراتيجيتنا، كيف يمكن أن ندخل الآن مثلا على سبيل المثال. ينبغي علينا أن نحدث تحول في الداخل، أن تحدث حركة وطنية تقود المشهد، وأن نحافظ على الوجوه وجوه فبراير في المشهد السياسي، لا تغيب، لأنها أحدثت تحول وفجرت الحقل. عليها الآن أن تتحرك وتستمر. المسألة ليست مسألة خطاب ولا مسألة أنها غير قادرة. هذه الثورة الشبابية تواجه جماعات وإقليم. يعني إيران تدعم تيار، والسعودية والإمارات لديها تيارات، وبالتالي التحرك بطريقة فبراير القديمة بمعنى خطاب واحتجاج لم تعد مجدية، والمجتمع الدولي له مصالح. كيف يمكن لأولئك الشباب والنخب التي قابت ذلك التحول واستطاعت أن تحدث تحول، عليها أن تضع الآن استراتيجيات. لكن هذه الاستراتيجيات، هناك حاجة إلى استراتيجيات، تقوم طيب بعملية استراتيجية تكتيك، هناك حاجة إلى استراتيجيات جديدة وتحول من قوة احتجاج إلى قوة اقتراح إلى مشاريع. طيب في في فيما يتعلق بنقطة سردية فبراير، لا دقيقة واحدة، فيما يتعلق بنقطة سردية فبراير خطاب الثورة وشعاراتها، أعود إليك سيد الأبارة. يعني هناك من يقول إن خطاب فبراير، شعارات فبراير التي ترفع، لم تعد صالحة للاستخدام في المشهد المعقد الراهن. لكن يعني ألم تكن بداية كل هذا المشهد هو ثورة مضادة قامت على الضد من ثورة فبراير؟ وبالتالي فإن المواجهة الآن ليست سوى مواجهة بين الثورة والثورة المضادة. سيد الأبارة،
إذا هناك إشكالية في التواصل مع السيد الأبار. أعود إليك دكتور عبد الباقي، يعني في سياق الحديث عن فبراير، الثورة قامت ضد نظام استبدادي فاسد عن طريق عمل سلمي، لكن الآن لدينا حرب عمرها 5 أعوام، لدينا انهيار للدولة اليمنية، مواجهة مع ميليشيا تدعي حلقا إلهيا بحكم اليمنيين. برأيك يعني كيف يمكن بلورة ما تتحدث أنه قوة احتجاج تتحول إلى قوة اقتراح إلى مشاريع، كيف يمكن أن يحدث ذلك عمليا؟ ما هي الخطوات؟ أولا دعني أصوب لك ما طرحت قبل أن يعني انهاء حديثي. من الأخطاء اللي وقعنا فيها هو أننا لم نتحول إلى انتظام. نحن طالبنا قبل 4-5 سنوات بأن يتحول هذا الاحتجاج إلى انتظام، ولكن يبدو لي أن انسحب الجماعات الشبابية وانسحبت الأحزاب وتنازلت أو تخلت عن أدوارها التي كان عليها أن تكملها في صيرورة. ولهذا لا أتحدث عن الآن التحول إلى قوة انتظام. نحن الآن علينا أن نتحرك باستراتيجية جديدة. نحن قلنا أن كان هناك مشروع عائلي عن طريق عفاش، وكان هناك مشروع سلالي يتحرك. هناك أحد أطراف التحالف تم يعني صف طرفا آخر، هذا الطرف الآخر ما زال موجود. كيف يمكن التعامل معه بالتحالف أو بإلغائه؟ هذا ينبغي أن تكون هنالك كثير من القراءات والدراسات والمقاربات لكيفية التعامل مع تحديد الأولية. هل نواجه الحوثيين بالتحالف مع الجماعات المتبقية من جماعة صالح؟ هل نستطيع أن نلغي هذا ونواجه؟ ثم لدينا الآن الهوية الوطنية اليمنية أصبحت هوية متشظية، وهناك من يغذيها من الداخل الحوثيين اللي هم يريدون المناطق الشمالية، ويغذيها من الإقليم الإمارات والسعودية لأنها تريد تشظية اليمن. ثم أن هذا التشظية الثنائية غير يعني ليست أكيدة، ربما تتحمل أيضا إلى تشظي فرعي ويعني مناطقي أو إلى آخر. بالتالي على الشباب ألا ينسحبوا من المشهد، بالعكس أنا أدعو إلى العودة إلى المشهد، لكن بوسائل وطرق ليست طرق الاحتجاج التي اعتدنا عليها، ولا خطابا ثوريا ولا أغاني. نحن بحاجة إلى ما يسمى في بيوت خبرة، إلى أن تأتي هناك، لأن الآن عندما الشباب كانوا محتجين في ساحة التغيير والثورة لم يدرسوا الأهداف الأمريكية، ولم يكن لديهم خبرة بأهداف الإقليم، ولهذا سأعيدك إلى مربعين. الذي قام بالثورة المضادة الأولى للحوثيين وأسس لها في 67-65 قبل المصالحة الوطنية المملكة العربية السعودية واتفاقية السعودية، والذي وأد ثورة الشباب في 2011 مع توقيع المبادرة الخليجية المملكة العربية السعودية، وبالتالي جددت شرعية صالح، وفي الاتفاقيات السابقة في الستينيات جددت شرعية الملكيين الحوثيين. لذلك الشباب عندما احتجوا تعاملوا مع الإقليم وتعاملوا مع هذه الأحداث بما يسمى بنقاء النية، يعني لم يكن لديهم إدراك ماذا يريد الإقليم منا، ماذا يريد الحوثيين. وذلك الحوثيين كانوا يعني محل نقاش أنهم حليف في مواجهة النظام صالح، ولكن الحوثيين كانوا في موضع تكتيكية لأنهم سيقضون على صالح ومجموعة أخرى ثم سيسيطرون على الحقل السياسي. لذلك هؤلاء الشباب ما فيهم الأحزاب السياسية كانت تنعدم لديها القراءات للداخل اليمني والإقليم، كما أنها لم تستطيع التعامل مع ما يحدث في المناطق الجنوبية. الآن ينبغي، هل نستطيع أن نقوم بتعبية وطنية؟ لا نستطيع القيام بتعبية وطنية، لأن هنالك الآن جماعات ينبغي أن نخاطبها بمفردات وبتطلعات أخرى. هذا يحتاج إلى أن ندرس الداخل اليمني، أن نحدد نقاط الالتقاء الداخلية بالجغرافية اليمنية الواسعة، أن نتعامل مع الإقليم. الآن مثلا
موقفنا من السلطة الشرعية. هذا لا يحتاج إلى أن نتحدث الآن عن يعني هل ما زالت في فبراير؟ ما زالت. ما قام به الشباب هو الذي أحدث كل هذا. يعني صحيح نحن نعيش في ظروف صعبة وهناك من سيحمل فبراير هذه المسؤولية، لكن الثورات في العالم ليست لا تحدث في 5 سنوات أو 6 سنوات، أوروبا ظلت يعني عقود. يعني هناك حاجة للوقت، وهذا ما يدفعني إلى التساؤل. أنقل إلى السيد، ليس وقت. نحن لا نحتاج وقت، نحتاج إلى وقت فيما يسمى في صيرورة، ونحتاج إلى عنصر آخر سأكمله بعد، ما يسمى بالعقلانية التواصلية، سأتحدث عليها لاحقا. يعني فيما يتعلق بذلك، أسألك سيد الأبارة، الثورة رفعت شعارات الحرية والمواطنة والعدالة، هذه الشعارات تبدو الحاجة إليها الآن أكثر من أي وقت مضى. كيف يعني يمكن القول بشكل عام أن شعارات الثورة كامل سرديتها لم تعد تصلح للمواجهة مع ميليشيا الحوثي الآن؟ سيد الأبارة. نعم ممكن تعيد السؤال، لأن الصوت أنا لم أستمع له داخل الضيفة الكريم للأسف بسبب أن الصوت يصل عندي مشوش. ممكن تعيد السؤال مرة أخرى؟ طيب فيما يتعلق يعني الآن رفعت الثورة شعارات الحرية المواطنة العدالة، هذه الشعارات تبدو الحاجة الآن إليها أكثر من أي وقت مضى. كيف يمكن القول أن شعارات الثورة كامل سرديتها لم تعد تصلح للمواجهة مع ميليشيا الحوثي الآن؟ فيما يتعلق بالجهاز المفاهيمي في ثورة فبراير، أو فيما يتعلق بالقيم العليا التي طالبت بها مثل الحرية والعدالة الاجتماعية وإقامة نظام ديمقراطي، هي جزء من الجهاز المفاهيمي لنضال الحركة الوطنية منذ 30ات القرن الماضي وحتى 11 فبراير، وهو أيضا أبرز إكرازات السياسية والثقافية لثورتي سبتمبر وأكتوبر. فيما يتعلق بهذا الخطاب لا يزال ساري، سواء من القوى التي انحازت في فبراير أو القوى التي ما تزال تتبنى مطالب التغيير، وهو حق مشروع لكل مواطنين الجمهورية على حد سواء. ولكن فيما يتعلق بإمكانيات تحقق الفعل الثوري على الأرض، نحن نقول بأنه إمكانيات تحقيق الفعل الثوري على الأرض في الظرف الراهن لم يعد متاحا. كان هناك نظام سياسي استطاعت فبراير أن تطيح به وأصبح جزءا من الماضي. فيما يتعلق بالشق الآخر من هذه المطالب وهو ترجمتها إلى دستور وردني ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات وايضا يقوم على المواطنه والحق الرشيد والنظام الديمقراطي التداولي، حتى هذه اللحظه فشلت فبراير في انجاز الدستور او الوثيقه المدنيه والعقد الاجتماعي، الاضافه والانتقال الى بناء مؤسسات الدوله. هناك حاليا قامت ميليشيات الحوثي الارهابيه باجتياح العاصمه صنعاء وخلقت واقعا مغايرا. الآن القاعدة العريضة أو الإفرازات التي يجب أن تقوم عليها أثناء هذه الحرب هو من مع سلطة الشعب ومن مع سلطة الميليشيات أو من مع فكرة الولاية البطنية، من مع الجمهورية ومن مع الإمامة، من يؤمن بالتفوق العرقي ومن يؤمن بالمواطنة، من يؤمن بالتداول السلمي عبر الانتخابات النزيهة ومن يؤمن بالعنف وعبر الإخضاع بالقذف والقوة. هذه هي القاعدة العريضة التي يجب أن يفرز من خلالها المجتمع. هذا الخطاب الآن يفترض على القوى التي ما تزال تتبنى الخطاب الثوري أو خطاب التغيير بشكل عام، أن تحاول في هذا الظرف الراهن والصعب أن تحجز لها مكانا داخل، وأن تتحل أن تكتسب مقومات النضال السياسي عبر الدفع والتعبئة بالمجتمع للاتحاد بالمقاومة الوطنية وأيضا بالجيش الوطني جماعة إرهابية، والشعارات معهم أو الفعل المدني السياسي لا ينتج ولا يثمر. الآن هناك معركة وطنية تدار في أكثر من 27 جبهة، في حال لم ينتصر الجيش الوطني سيسيطر الإماميون على ما يزالون يسيطرون العاصمة صنعاء، وسينتج أن تستمر سيطرتهم إلى أبعد من ذلك. وفي حالة تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من استعادة حقه في السلطة وهزيمة الحوثيين وبناء مؤسسات دولة والاستفتاء على الدستور، دولة تحتكر السلاح وتحتكر القوة المادية،
في هذه الحالة يمكن أن تنجح فبراير وأن ينجح التغيير بشكل رئيسي، وبالتالي على قوى فبراير الحية التي ما تزال تؤمن بالتغيير عليها أن تعيد صياغة خطابها بما يتناسب مع المرحلة في الوقت الراهن. هذه مرحلة مفصلية، كان الصراع في فبراير صراع سياسي ما بين قوى تريد بناء نظام ديمقراطي وقوى تتشبث بعلي عبد الله صالح ونظام ثوري السبادي. حاليا الصراع انتقل الى مربع اعمق واخطر بكثير، الصراع وجودي، هناك ميليشيات تحاول استثناء الشعب اليمني وافراغه من مضمونه الاجتماعي والثقافي، وتريد اقامه الامامه بكل مزاواها التاريخيه، وشعبنا يعرف جيدا كيف تحكم هذه الميليشيات وكيف تمارس السلطه. وبالتالي على هذا المجتمع أن يتحمل مسؤولياته الأخلاقية والوطنية في هذا الظرف، وعلى قوى فبراير أن تصدر خطاب استقطابي لا إقصائي، عليها أن تعبئ الجماهير في هذا الظرف بخطورة هذه الميليشيات، بخطورة النظام الإمامي، بخطورة إقامة سلطة ديمقراطية تقوم على مرجعية السماء، وبالتالي تفرغ المجتمع من كل حقوقه الاقتصادية والاجتماعية. هذه الميليشيات تقوم في بنائها أو في مجموعها البنائي والتنظيمي على مجموعة أساطير هي بالضرورة ضد الأساطير المؤسسة للجمهورية اليمنية وللشعب اليمني وتاريخه العريق الممتد قرابة 7000 عام. وبالتالي هذه الميليشيات لو كتب لها أن تحقق أو أن تنتظر تنجل على أن الإمامة قد عادت بالفعل، وقد عادت وهي تحمل كل مقومات إرهاب تاريخي الصراعي الطائفي البغيض، والذي يعمد إلى تشغيل المجتمع وإقصائه بل وإلى إفنائه. رأينا كيف أن الحوثيين الآن لا يريدون فقط سلب حرية المجتمع اليمني، وإنما أيضا فرضوا كيف بمعنى أدق كيف أنهم يريدون أن يفكرون بدل المجتمع، أنهم يريدون أن يحددون كيف يفكر وماذا يلبس وكيف يمشي وكيف يصرخ وما هي الأدبيات السياسية التي يجب أن يرددها، وأن وحتى فيما يتعلق بالتعليم يريدون أن يصدروا أو أن يبنوا تعليما يمجد أساطيرهم بدلا من الرموز المؤسسة للجمهورية اليمنية. إذا نحن أمام صراع وجودي خطير جدا، وعلى القوى الحية شمالا وجنوبا، على كل قوى الجمهورية في هذا الظرف الراهن أن تتوحد وأن تعيد مسؤوليتها التاريخية والوطنية، وأن تدرك أيضا أن الحوثيين لا يفرقون بين يمنيا ويمنيا آخر إلا من حيث الأولوية العسكرية والأمنية فقط. لا، لكن سيد الأبار، يعني في في في, في السياق، يعني في هذا السياق الحديث الآن، أن من يقوم ب يعني بمواجهة ما تسميه مشروع يعني عودة الإمامة وكذا هم شباب الثورة الذي تحولوا إلى مسألة المقاومة وانخرطوا في سياق الجيش الوطني. في المقابل على الطرف الآخر من يواجه هؤلاء الشباب هم بقايا من نظام السابق أو نظام صالح، وكذا يعني البعض من يعني الحرس، يعني بقايا الحرس وما شابه، والبلطجية أيضا. يعني في نهاية المطاف لا زالت المواجهة بين ثورة وثورة مضادة كما يقول كثيرون. دعني أقول على أن كل القوى التي التحقت في إبراهيم لم تكن سواء القوى التي وقفت مع إبراهيم أو التي انحازت إلى النظام الذي أنتجه إبراهيم، لم تكن الكثير من هذه القوى تؤمن بأن السلطة الشعب، ولم تكن ديمقراطية سواء في ممارسات تشكيلاتها الداخلية أو أطرها الداخلية سواء كانت حزبية أو إلى آخره، أو سواء التي نكل بها الحوثي ولجأت بشكل أو بآخر إلى مناطق الشرعية وانحازت للشرعية لاحقا. أقول على أنه هذه القوى، البعض يقاتل الحوثيين لأن الحوثيين يطبون الصحابة، البعض يقاتل الحوثيين لأن الحوثيين نكير طائفي لهم، البعض يقاتل الحوثيين لأنه يريد أن يستبدل الإمامة بالخلافة، البعض يقاتل الحوثيين لأنهم يريدون استعادة النظام القديم، وهناك السواد الأعظم من المجتمع اليمني يقاتل الحوثيين لأنه يريد نظام ديمقراطي عادل يؤمن الحد الأدنى من الكرامة اللائقة والحياة الإنسانية.
في مثل هذه التباينات نحن نفهمها وندركها، وبالتالي يجب على خطاب فبراير ان يتسيس، اي ان يكون متساميا، بمعنى ان يقفز على التناقضات الداخليه وان يحدد الهدف المركزي بحسب الخطر الوجودي الذي يتهدد المجتمع والجمهوريه والدوله في الوقت الراهن وهو الحوثيين، ثم بعد ذلك ندرك على ان هناك تباينات سياسيه داخل الصف الجمهوري، هناك قوى داخل الصف الجمهوري تؤمن بالجمهوريه ولكنها ما زالت تقدس الفرد الواحد المستبد الحاكم الممتد برقاب العباد والبلاد، نحن ندرك ذلك. هذه نرى ان هذه المخاطر خصوصا ان نظام علي عبد الله الصالح الذي بالفعل رحل لم يعد يستطيع العوده، نرى ان مقومات عودته ليست شاغره في الوقت الحالي، لا احد يستطيع ان يرد علي عبد الله صالح سواء عن طريق النسب او عن طريق الحزب المتمرد الشعبي الان ليعود الى السلطه، اعتقد حتى ان المؤتمرين انفسهم يدركون وبشكل قاطع ان لا احد يستطيع ان يحكم اليمن بعيدا عن اطر الديمقراطيه. فقط هناك الحوثيين لديهم امكانيات ماديه وعسكريه هائله جدا، نحن نتحدث على ان هذه الميليشيات اصبحت تمتلك سيارات مسيره ولديها قدره فائقه بصناعه الالغام البريه والبحريه بالاضافه الى صناعه الصواريخ البالستيه. هذه القوى العصبويه المنظمه وشديده المركز والتي تدار بمركزيه شديده جدا تشكل خطر حقيقي على كل فصائل اليمنيين ومختلف توجهاتهم. وعلى الثورة فبراير بما أن هذه الثورة الطليعية ولا إذا عليها أن تقدم خطاب استقطابي لا خطاب يثير الصراعات البنيوية ضمن المخاطر، نحن نجدها في هذا الظرف أنها مخاطر ثانوية، على الجميع أن يتوحد في هذا الظرف الراهن حتى هزيمة الحوثيين. بعد أن يتم هزيمة الحوثيين ندرك على أن هناك تباينات كما قلت لك أخي العزيز، ولكن هذه التباينات يمكن التغلب عليها سواء من خلال تفعيل العمل السياسي أو يمكن عبر تدعيم مؤسسات الدولة والجيش الوطني مستقبلا. انطلاقا من كلامك، انطلاقا من كلامك سيد الأبارة، أسأل الدكتور عبد الباقي شمسان. دكتور عبد الباقي، يعني كانت جماعة الحوثي جزءا من ثورة فبراير، هنا يبدو الصراع وكأنه مواجهة بين جناحين داخل هذه الثورة ذاتها أكثر من كونه صراع بين الثورة وخصومها كما يقول البعض، أنت ما رأيك؟ أولا دعني، أنا لا أريد المقاربة هذه، أنا أريد أن أقارب من منظور آخر، لأن لسنا الآن في حديث عن يعني ضيفك يتحدث عن المسألة وكأنها المواجهة مع تحدث 90% من حديثه عن المواجهة مع الحوثيين وعلى المشروع الملكي، ثم تحدث عن الخطاب فبراير. خطاب فبراير نحن نعلم هكذا هو ما يسمى بالعقلانية التواصلية، بمعنى أن نقيم ما قمنا به في السابق ثم نجدد يعني ما قمنا به، نزيل منه ما هو سلبي ونستمر مع ما هو إيجابي. هناك تحولات كبرى، نحن الآن لا نتحدث عن خطاب المواطنة والعدالة والحرية، ولا نتحدث عن كيف نقيم فبراير، نحن نتحدث الآن كيف يمكن لما حدث في 2011 أن يجدد آلياته وأدواته للاستمرار، لأنه انسحب في 2011 مع الاتفاق المبادرة الخليجية وترك للفاعلين التقليديين بتقدم المشهد، ولهذا حدثت كوارث. الآن علينا تحليل الواقع اليمني من رؤية أخرى. الرؤية الأولى المجتمع الآن نتحدث عن الحوثيين، أستطيع أن أقول لك هنا بصوت كبير وواضح، الاصطفاف وتعبية المواطنين أكثر قابلية وسهولة لمواجهة الحوثيين من قضايا أخرى خطيرة متعلقة بما يسمى تشظي الهوية الوطنية اليمنية إلى شمال جنوب والهوية العقائدية إلى سنة شيعة وليس سنة زيدية. الحديث عن الحوثيين وتقدمه الخطاب خطير، لأن لدينا قضايا أخرى أكثر خطورة تتعلق بانقسام الهوية. الحوثيين نحن نعلم أن عدم الانقضاض عليهم مرتبط بأن التحالف العربي يريد، هو الذي دعم الحوثيين وهو الذي دعم الحراك الجنوبي المسلح واستغل ذلك الاستعداد النفسي والاستعداد السياسي والاجتماعي ونظمه وموله ليصبح فاعلا غير الدولة، وبالتالي على هذه القوى أن تتحرك بأدوات وراء أخرى.
ما موقف شباب الثورة؟ ليس الشباب اللي كان في الساحات، نحن نتحدث عن التنظيمات وكيف يمكن لنا أن نحيي التنظيمات، ليس في شكل يعني ما حدث في 2011، بل نتحول إلى أحزاب إلى جماعات. بالتالي علينا أن نحدد علاقتنا بدول التحالف الثنائي التي تدعم الحوثيين، ولذلك لا تقدم المساعدة العسكرية للجيش الوطني لاستعادة صنعاء، وهي التي دعمت الانقلاب في عدن. كيف مواجهة الحوثيين يعني بالمتناول، لأن هناك تعبية شعبية ووطنية لها سنوات، نستطيع أن نعيد التعبية. المسألة مسألة تمويل، وهناك من يعيق التقدم، لكن هناك من الآن يشظ الهوية الوطنية. علينا هنا الآن أن بالحديث عن الهوية الوطنية دكتور، أخرى تتعلق ب بالحديث عن الهوية الوطنية، وساعود إليك ساعود هناك إليك. الآن وساعود إليك يعني سيد الأبارة، نسمع البعض يتحدث عن أن التمسك بخطاب الثورة أصبح مثيرا للانقسام داخل ما يفترض أنه صف جمهوري في مواجهة الإمامة الجديدة كما تقول، لكن البعض يقول يعني إذا كان خطاب الحرية، خطاب العدالة، خطاب هذه القيم التي رفعتها فبراير يثير غضب طرف ما بداخل هذا الصف الجمهوري بين مزدوجين، يعني أنه ليس جمهوريا أساسا، فما رأيك؟ أولا دعني أقول على أنه للأسف الشديد كان هناك مقولة رائجة في اليمن بأن المعارضة السياسية يجب أن تبقى معارضة طوال عمرها للنظام السياسي، بمعنى أن تظل النظام هو النظام وأن تظل المعارضة هي المعارضة. ما أخشى فعلا أن تتحول الثورة إلى ثورة. الثورة لا يمكن أبدا أن تستمر لها طوال 10 سنوات أن تستمر لها ثورة. عادة الثورة تقوم بهدف مركزي هو الإصاحة بالنظام وبناء نظام ديمقراطي تداولي للسلطة. فيما يتعلق بأدبيات الحرية والكرارية، أدبيات عامة وكل معظم وجل القوى السياسية في اليمن تتبنى هذه الشعارات، لكنها في الواقع لا تطبقها. شاهدنا بأن الكثير من القوى السياسية سواء التي انحازت للثورة باللقاء المشترك أو تلك القوى السياسية التي وقفت ضد الثورة لم تكن تتبنت الديمقراطية داخل أطرها السياسية. وبالتالي مشكلتنا في اليمن أن الكثير من القوى كانت تتبنى خيارات الحرية والديمقراطية لكنها لا تطبق هذه الشعارات داخل أطرها السياسية والتنظيمية، وبالتالي لم يعد بالإمكان لأحد أن يزعم بأنه هو يمثل الحرية والديمقراطية والعدالة والسلور إلى آخره، بينما الطرف الآخر ظلامي وسوداوي إلى آخره، باستثناء ما يتعلق بخصائص النظام السياسي الذي بنى عليه عبد الله صالح وما يتعلق بالحوثيين في الواقع. طبعا هناك وفي الواقع ايضا لديها حساسيه من فبراير، وانا ارى ان هذه الحساسيه ليست في 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 ليست حساسيه حقيقيه، بل انها تقوم على العداء الثأري. تعتقد على ان ثوره فبراير اطاحت بنظام كانوا يملكونه، على الرغم انه اذا ما عدنا النظر في تقييم نظام علي عبد الله صالح سندرك بان علي عبد الله صالح او نظام علي عبد الله صالح كان قد فقد السيطره على صعده وكان قد فقد السيطره على اديان بسبب القاعده ومناطق من الشبوه والبيضاء، وكانت القاعده تنشط وانصار الشريعه ايضا في مناطق كثيره في حضرموت، بالإضافة إلى أن صعدة بتستعمل على قد أصبحت إمارة مستقلة. طيب انطلاقا من هذا الكلام سيد الأبارة، انطلاقا من كلامك أسأل يعني دعني أسأل سيد دكتور عبد الباقي شمسان. دكتور عبد الباقي، يواجه الآن اليمنيون مشروعا ضد الجمهورية لا يفرق بين مؤيدي الثورة وبين خصومها، بالتالي فإن الاستمرار في تقديم الثورة قبل الجمهورية يبدو عملا لا وطنيا بحسب البعض، فلماذا يتم الاستمرار في التوقف عند لحظة الثورة وكأن لم يعني يحدث شيء بعدها؟ جميل. نحن لا نواجه فقط كما تعلم على يعني صراعا بين الملكيين والجمهوريين، هكذا تكون أوضح، بين ثورة مضادة للمشروع الملكي والنظام الجمهوري. لدينا الآن خطر يتهدد الوحدة الوطنية، وهذا ينبغي أن نركز عليه بدقة. لا أدري لماذا خطابنا 90% كان يتحدث عن المواجهة مع الحوثيين. الحوثيين طرف
وقلت لك وأنا يعني لدي قناعة كاملة بأن الشعب اليمني إذا ما توفرت له ظروف سيلتهم هذا المشروع وسينقض عليه. لا يعني اليمنيين في صنعاء إذا ما تقدم الجيش الوطني باتجاه صنعاء سينتفضون، وهذا المشروع سينتهي، ولكن علينا ألا نبالغ. لدينا مشروع آخر يتعلق بالمشروع اللي هو الهوية الوطنية بمعنى شمال جنوب. هذا خطير لأنه هنالك دعم وهناك تغذية وتنظيم لفكرة، وهذا خطر آخر. علينا على الآن شباب الثورة أن يعني أن يتحول من قائد للفعل. يعني ما الذي عملوا؟ تفجر الحقل السياسي والمجتمعي في اليمن، ثم الآن لدينا دور آخر. الدور الآخر أن يتحول الشباب الذين قادوا هذا التحول إلى طرف من أطراف الكتلة الوطنية أو الكتلة التاريخية التي تريد أن الكتلة التاريخية، يعني عليها أن نوجد حركة وطنية في الداخل، الحركة الفئات التجار، الجماعات السياسية من المناطق الجنوبية وغير الجنوبية من كل المناطق اليمنية ومن الجيش ومن كل القوى للتحول، خاصة أنه لدينا الآن خصوم من الداخل ومن الخارج. يعني الإقليم الذي جاء لمساعدتنا أصبح طرفا، وبالتالي الذي يستطيع ينقذ الموقف أن نتحول إلى كتلة وطنية. الكتلة الوطنية تحتاج أن نلتقي ليس حول أهداف الحرية وكما قلت والمواطن، نلتقي حول أهداف مشتركة بمعنى اليمن هو فيدرالي أو كونفدرالي، اليمن ديمقراطي، مشاريع كبرى. طيب انطلاقا من ذلك عليها وخطوط. ثم الآن انطلاق لحظة واحدة، الآن علينا التركيز على أن يتحول الشباب إلى طرف من أطراف الكتلة الوطنية اليمنية، وأن يحاول أن يجد أو يحفز جماعات في الداخل لأن تقود المشهد. ولكن ما زال الثورة ليست حدثا ينتهي بخمس سنوات. طيب. الثورة انطلاقا من ذلك، حتى انطلاقا من ذلك دكتور، دعني أسأل سيد الأبار سؤالا أخيرا. أسألك سيد الأبار، يعني الخطاب الداعي إلى محاولة تجاوز أفق فبراير تحت مبرر الحاجة إلى تجديد واستيعاب للمتغيرات، يقول كثيرون إنه سينتهي الحال به في خانة إدانة الثورة والانقلاب على تطلعات الشعب الذي خرج بها. في نهاية المطاف سيعيد إنتاج تحالفات وقوى ما قبل الثورة. وأنت ترى الرئيس عبد الرب منصور هادي لم يقم بخطاب في يوم ذكرى فبراير، وهو الذي أعلنه يوما وطنيا. سيد الأبارة، يعني الحديث عن محاولة تجاوز أفق فبراير تحت مبرر الحاجة إلى خطاب جديد يستوعب المتغيرات، يقول كثيرون إنه سينتهي الحال به إلى خانة إدانة الثورة والانقلاب على تطلعات الشعب التي خرج بها. في نهاية المطاف سيعيد إنتاج تحالفات وقوى ما قبل الثورة. يعني والشاهد على ذلك أو أحد الشواهد على ذلك أن الرئيس عبد الرب منصور هادي لم يقم بخطاب في يوم ذكرى فبراير، وهو الذي أعلنه يوما وطنيا. أولا أنا لست مع احتكار أو تكزين أو تحويل الثورة إلى مجرد خطاب سنوي يتم تلاوته على الشعب. الثورة قبل أن تكون خطاب أو مفردات مفاهيمية هي سلوك عملي ونظام ومؤسسات ودولة وشعب. جزئية أن الرئيس لم يلقي خطابا بالحادي عشر من فبراير في مثل هذا الظرف العصيب، نحن ندرك على أن اليمن يمر بمراحل استثنائية سواء ما يتعلق بمخاطر تشكل تهديد وجودي على الجمهورية وعلى اليمن وعلى الشعب ومختلف مكونات المجتمع. هناك محاولات حوثية اجتياح مارد ونهبة، وهناك محاولات حوثية لاجتياح الضوارة الافتراضية وصول لعدن. هناك إرهاصات سياسية تتعلق بأنفس الشرعية السياسية الماسية ما يتعلق باتفاق الرياض.
هناك مخاطر داخلية وجيوش سياسية تهدد أمننا وسيادتنا والوضع الجمهوري بأمته. وبالتالي زيادة أن الرئيس لم يلقي خطابه، أولا أنا لست أنا متحدثا عن الرئاسة، افترض أن كان يتم خطابه شخص من الرئاسة. يعني في ما يتعلق بهذه الرمزية، ودعنا نختم بها سيد الأبارة، هل تتفق دكتور أنه ليس هناك رمزية ألا يخطب مثلا الرئيس في ذكرى فبراير وهو الذي أعلنه يوما وطنيا؟ لنختم بهذه النقطة. نحن نعلم أن الرئيس يعيش في بلد، هذه البلد أحد أطراف الثورات المضادة، وبالتالي هناك متغيرات جديدة، وهذا ما نطالب به من الشباب بأن يعني نطرح في أول المقابلة، قلت على الشباب أن يبادر بدل من الرئيس أن يختفي علينا على من قادوا هذا التحول في 2011، أن يحدد التحالفات فيما يسمى الكتلة التاريخية، بمعنى كيف يتعامل مع ما تبقى من جماعة عفاش، أين يلتقي معهم وأين يختلف، ثم كيف يمكن يتعامل مع الإقليم، وبالتالي أعتقد أن كيف يتعامل مع السلطة الشرعية. الحديث ليس حرية مواطنة وليس خطابا في 2000 كل ما جاء نوفمبر فبراير، لا، نحن بحاجة إلى التحول، إلى كيف التعامل. لكن هل الشباب، هذا السؤال، هل ما زالوا هم القائد الفعلي لقيادة التحولات؟ لهم الآن أصبحوا طرفا من أطراف التحول، وعليهم أن يجدوا أن نخلق بالقوة والفعل، وهي موجودة بالقوة، علينا أن نوجدها بالفعل، الكتلة الوطنية التاريخية لنقطع مع الخارج والداخل، وأن نستمر في الثورة. الثورة ليست موسما وليست يعني فصلا من فصول السنة. شكرا لك دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ الاجتماع السياسي، كنت معنا عبر سكايب من أوتروخت هولندا، وكذا من القاهرة مدير البحوث بوزارة حقوق الإنسان سيد وليد الأبارة. في نهاية الحلقة تقبلوا تحيات مشاهدينا الكرام، وتحيات منتج البرنامج كمال حيدر، وكذا طاقم العمل الفني، في أمان الله.